ما هو الرابط بين الباذنجاني وعنصر الأمن؟ أكيد ما راح تعرف، ولكن راح تتعلم. أهلا وسهلا فيكم بقصة جديدة. شو وينو يا؟ جابوا ولا ما جابوا؟ أجابوا. الله يحب الشارب وعس. وينو ليه؟ قلت له أنا ليه ما يقل المعلم ويقلك ولا؟ أيوة يعني روح لك روح منظر الشر. وش عم تعمل انت ها؟ هات لك لشوفها، هات ما بتجي له معي على طول اللي هي ولي جبل القبر وبيقول العالم عنا حلقة جديدة. سلام سلام عليكم، معكم موسى الحلو بقصة جديدة. ماي فريند اي ميس يو. قصة بدأت ببيتنجان وبطاطا مقلية وانتهت بمحاولة اغتيال عنصر امن برتبة نقيب. والله ماي فريند القصة مو من وحي الخيال، والله العظيم انا كنت راحت فيها في 60 داهية، بس الحمد لله قدر ولطف قدر ولطف. ومثل مواضحة القصة مبين انه تأليف خرط، بس صدقني مو خرط، والقصة عليها شهود، والشهود اكيد راح يكتبوا بالتعليقات. استدعي الشهود يا غلام يا شهود، فليكتبوا في هذه التعليقات انهم يشهدون على هذه القصه. اكتبوا بالتعليقات، خلي الناس تعرف انه هاي القصص مو مخترعه من عندي، هاي القصص كلها قصص قديمه من ذكريات الماضي الجميل. ونبدا الحلقه. ترحيب خاص بالمتابعين الجداد من مصر، من الامارات، من اليمن. شكرا على التعليقات الجميله، والله يعني انا مستحي يا اخي، والله يعني لا تمدحوني، امدحوني امدحوني. لا بالعكس انا ما بيهمني المدح ابدا، يعني موضوع عادي كتير. مين قال هذا الكلام؟ لا اوكي بلا هبل، في شغله لازم احكيها. بالنسبه لموضوع القصص، انا لسه في عندي كذا قصه راح احكيها، ففي ناس بعثت لي بدها انا احكي قصتها، وانا راح اسوي هذا الشيء بس بالوقت المناسب، وانا راح ابلش قريبا بقصص وصلتني من المتابعين، قصتين او ثلاثه على الاغلب. واي حدا اي حدا عنده قصه حزينه، قصه بتضحك، موقف صار معه مع حماته اكل شحاطه او هيك، او قصه مرعبه صارت معه، اي قصه بتشوفها انت انه حابب توصلها للناس بعث لي اياها. انا راح اسوي حساب خاص او ايميل لكل حدا بده يبعث قصة، بس بالوقت الحالي يلي بيحب يبعث لي اي قصة فوت على حسابي على الانستغرام، راح احطه باول تعليق بصندوق الوصف، وبعث لي قصتك ككتابة او كتسجيل صوت، ما عندي اي مشكلة. وبالنسبة للاسم او المعلومات الخاصة اكيد ممكن هدول ما اعرضهم لو كان الشخص حابب تكون القصة بدون اسم. هاي الشغلة الأولى. الشغلة الثانية، أنا خلصت تجهيز البرنامج بشكل كامل، والحلقة الأولى كتبتها وراح أصورها بكرة، فبدي منكم رجاء رجاء كل واحد مبسوط بهاي القناة يسوي اللي بيحسن عليه، يعني إذا بيحسن يشارك القناة مع رفقاته يسوي، ممكن يكون عندك تواصل مع حدا مشهور بعطله الرابط ماي فريند، لأنه عن جد البرنامج الجديد راح تشوفوا فيه تعب عليه، راح تشوفوا فيه اهتمام بالموضوع، اهتمام بالإنتاج واهتمام بأغلب القصص. وإذا ما فيك تدعم القناة بولا شيء عادي ماي فريند، أقل من عادي، المهم تكون أنت مبسوط، حضر الفيديو على الأقل من الأول للأخير وحط لك إعجاب وخد دي من عندي كمان. يلا حاجتي عليك وخلينا نبلش بالقصة. ماي فريند مثل ما مذكور بالعنوان، اليوم الفيديو قصة محاولتي لاغتيال باذنجاني، اغتيال عنصر الأمن، عنصر الأمن باذنجان. في احدى ليالي الشتاء الكئيبة من حوالي 10 سنوات، والدتي بالمطبخ وعم تسوي لنا اكل، عم تسوي لنا كانت باذنجان وبطاطا مقلية، يعني وجبة عشاء. ولكن فجأة بتفضى جرة الغاز، هيك اجى على بالها جرة الغاز، انا هلا بدي افضى، الك عندي شيء؟ الك معي شيء؟ بفضى ساعة اللي بدي اياها وبتعبى ساعة اللي بدي اياها، لا بتعبى ساعة اللي بدي اياها ايش لها بلد. المهم فضيت جرة الغاز، والدتي مثل اي ام عربية طلبت مني بكل هدوء اني روح جيب جرة غاز. طبعا مشوار تبديل جرة الغاز للشباب العربي هو استعراض عضلات بالحارة، انت وقت اللي بتروح تاخذ الجرة القنينة، بالمناسبة جرة يعني قنينة، بالروحة بتنتع الجرة على كتفك وبتمشي، فكر حالك شو ارنولد شوانسنيجر ارنولد. بس الاحلى هو الرجعة، رجعة جرة مليانة وزنها شي 30-40 كيلو، شوف الشباب عادي. طب يعبي الحارة، الضرط من أول حارة للأخير، بس أهم شيء ما يكون في بنات، ضرط على كيفك. المهم نزلت على جارنا حتى أبدل أنية الغاز، بس للأسف ما كان عنده جرار مليانة، بس احتمال أنك ترجع بجرة فاضية على البيت لعند أمك غير وارد أبدا، لا تجرب أنه هين وانت بتصد. فلتلافي هاي الحالة أخذت أنية الغاز ورحت أبدلها عند جيران بيت عمي، هذا صاير بقلب المدينة وعلى الاغلب بيكون عنده اناني، فنحن كان عندنا ميتور،
دراجة نارية لمتكلمين اللغة الفرنجي. أخذته ورحت وحطيت أنية الغاز وراي وربطتها هيك بلاستيكات هذول تبعوا الميتور ومشيت وصلت بدلت أنية الغاز وراجع حاليا على البيت. على طريق البيت وأنا راجع شفت شاب بيقربني كان عسكري بوقته وهربان هربان من القطة فاركة جاي بده يشوف أهله وهيك. فقال لي وين رايح إذا ممكن توصلني على بيت أختي هو على طريق. فقلت له اطلع عادي. بالفعل طلع الزلمة معاي ومشينا. ركز معاي. وأنا راجع وصلت تقريبا على الاستراد العام بدي أخده وأطلع اتجاه بيتنا. الموضوع وين انه وصلت انا على تقاطع يا اما بطلع تقريبا 10 امتار عكس السير وبلف على اليمين وبعدها بمشي طلوع يا اما لازم امشي على اليمين مع السير على قلب المدد على قلب المدد على قلب البلد وبعدها ارجع رجوع على بيتنا. وهذا المشوار تقريبا بيطول له شلون كان 10 دقائق. فانه استسهلت الموضوع اصلا ما كان في كتير سيارات وهيك طلعت انا عكس السير قلت خلص بطلع مع السير بعدها وبمشي. فاجت سياره سودا مدنيه مع السير من الطرف الثاني وشحطت فرين ولفت لعنا علم شو شحط فرين شغل افلام هيك عرض بالسياره وصارت تتفحط. وقف فتحوا الاربع ابواب مع بعض نزلوا كلياتهم مدنيين ما في غير واحد كان عسكري وحاطط رطب هو كان نقيب يعني ماي فريند حضرانين فيلم اكشن قبل ما يطلعوا بالسياره واجوا يلا الطيف يفا. الموضوع وين انه هذا النقيب كان جاي جديد وصيته طالع انه ما بيرحم ابوه وانه هو بده يمشي هاي المدينة على الصراط المستقيم وحتى كانوا مسمينه بهداك الوقت النقيب ميمات عاد ما قالوا هيك حضور ووهرة وبهجة. المهم ماي فريند لما فتحوا بواب السيارة شفت انه الموضوع انا مو كتير ظابط يعني لما بتذكر الموقف حاليا مثل السلو موشن تبع زحطة السيارة فتحوا البواب وقف عندك انا كبست فرين زحط الميتور شوي ورجعت رجوع. بس الموضوع الاهم لما كبست فرين ولفيت انيت الغاز يلي ورا طارت على الدورية مو بايدي الموضوع طارت الانينة لحالها. بس انا كملت عادي يعني لفيت ورجعت من المفرق اللي جيت منه وكبست نزلته لقرايبي على الطريق وقلت له روح انت بغير مكان وانا كملت. المهم ماي فريند باقصى سرعه طرت على المطبات ما اهدي الميتور يطير انا وانا اطير معه خايف اول مره انا بتلحقني دوريه. طبعا هذا مو تشجيع على السرعه والهرب من دوريات الامن كونوا مواطنين صالحين. نعود لقصتنا. رحت وتخبيت عن بيت عمي لحد ما يهدى الوضع وبعدين ارجع على البيت. فاجاني تليفون من والدي وقال لي تعال لعندي. وين؟ على الشغل. اوكي رحت لعند ابوي وانا كلي فخر وثقه بالنفس يعني ما مسكوني يا اخي. شافني ابوي وقال لي ابوك على ابو الميتورات على ابو الدوريات على ابو الامن على ابو الغاز والمآلي يا ابن كلب. اوكي ما في مدح ضرب كله شتيمه. فبدأت بعد المكالمات مع المغفر مشان يراجعوا أنينة الغاز يلي كان سعره بوقتها تقريبا حوالي 2500 سوري يعني على وقتها كان مبلغ محترم. حاليا 2500 يمكن تشتري كازوزا زوزا 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 كازوزا زوزا زوزا كازوزا زوزا زوزا كازوزا زوزا زوزا. اعتذر على المقاطعة مرة تانية. المهم والدي كان بيعرف هذا النقيب لانه كان يجي هو وعائلته على الكافيتيريا محل شغل والدي ووالدي ما كان يحاسبه ومثل ما معروف دائما عند عناصر الامن عنا بيقول لك شو حاسبك ولا بلاها ودائما بتكون هي بلاها هو المقصود يعني او بيقول لك خود تفضل يعني هو خود اذا بدك والله خود يعني انا بحاسب ما عندي مشكله. الله لا يوفقكم الهي الله لا يوفقكم الهي. فعليا عنصر الامن عنا ارخص من بطاقه جوجل تبع ال 25 دولار. اتس ترو يعني ممكن تشتري عنصر امن ب 25 دولار يعني ب 1000 ليره هو اصلا ب 500 بس يعني نحن عم كرم اخلاق مني روح بس حرام والله يعني نجي للصراحه اول حق مو عليهم اصلا هن مو شبعانين الخبز يعني من رواتبهم اللي بتخوف. ليش انا بلشت افوت بمواضيع ثانيه ماي فريند فوكس معي انا شوي مهايبر اليوم مشان هيك الموضوع عم يطلع على اتجاهات تانية. فهذا النقيب كان يجي على الكافيتيريا وما كان يحاسب عن سندويش الفلافل والبوزة والأراجيل اللي كان هو والمدام يشربون مشان هيك كان والدي حاطه يعني انه على جنب انه هذا بحال صار اي مشكلة نستعين فيه. بس بيومها هذا النقيب كان متنح ما يرضى حكى له والدي القصة انه هذا ابني وهيك هيك هيك الموضوع هو اكيد مو متقصد انه يزت عليكم انينة غاز ايش انا من القاعدة يعني. فما رضي ضل متنح لا ما بيصير بدك انينة الغاز اكيد بدي انينة الغاز لكن جيب ابنك وجيب الميتور لا اعطيك انينة الغاز. يا اخي الذكاء عنا توب عند عناصر الامن. لا يعني مو بس مرتشي وحمار انه مستني من والدي يسلمني للمخفر مع الميتور مشان انينة الغاز. لا والاحلى من هيك ماي فريند انه والدي كان عن جد بده يتبرع فيني للمخفر
هل انا هيك هيك ما مني فايده وانيه الغاز ممكن تكون فايده؟ لا والله مزح معاك يا اخي. يا حماتي كان يتبرع فيني. اعوذ بالله. ويتبرع فيني؟ لا والف لا والف لا. المهم ماي فريند والدي حط على الجرح ملح وقبل انه ما يتبرع فيني المغفر، بس بليلتها صار في استنفار لكل عناصر الامن، لانه هذا النقيب نشر الخبر على اساس انه في محاوله اغتيال له. هو شكله كان عم يدور على شهرة، يعني بتحسه مثل جوالي وفيسال هدول اللي موجودين على اليوتيوب اللي بيضلوا بيسووا دراما هيك مشان انه ينشهروا اكتر. وهذا كمان اتوقع كان بده شهرة، مشان هيك فتحوا محضر بمحاولة اغتيال نقيب من قبل هذا المواطن. لحسن الحظ ما كان معاهم اسمي، والشباب عاقدين الاجتماع عن مدير المنطقة والموضوع جدي كتير يعني. فالسيناريو كان انه انا متقصد اطير انينت الغاز عليهم مشان يتفجروا هن والعناصر والسيارة وكله. ايش مراد على المدار؟ اكشن على الاخير يعني، بتحسه مخرج فيلم هو. المهم بعد نقاش طويل وعراك وخود وعطي، وصلت مع والدي انه حتى يقول له انه انت كنت تجي وتلطب ببلاش انت وعائلتك وهذا ما تحسب له حساب، جيب الجرة لهون ولعك هيا بوش. لحد ما بالفعل عطاه جرة الغاز ورجع فيها على البيت. هون اللي بزعل بالقصة ما يفرد انه انا يعني نمت بلا عشاء، نمت جوعان. راحت وجبة المقالي عفس مشان النقيب الزفت. مشان هيك ماي فريند في حكمة من هاي القصة، بحال لحقتك دورية شرطة وزتيت عليهم انينة الغاز تبع البيت وانت راجع، اشتري صندوش فلافل، لانه احتمالية كبيرة انك تنام جوعان وهذا شيء سيء، انه not acceptable، لانه الجوع كافر ماي فريند، الجوع كافر. مشان هيك حطنا يا كافر، عفوا حطنا يا ماي فريند لايك في حال لسه انت لسه ما حطيته، واشترك اشترك ماي فريند على القصص البيوتيفول كل مره اللي بنحكي لك اياها ماي فريند، كل مره في قصه جديده احلى من اللي قبلها. وراح نحط لك هون فيديوهين، اضغط على الفيديو الثاني، احضر هذا الفيديو الثاني، وبشوفكم ان شاء الله بحلقه جديده، والسلام عليكم.